بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحب بكم أبنائي طلاب الصف الأول تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وحييكم الأستاذ عبد الله الماكي معلم تربية خاصة تخصص إعاقة عقلية وعلى بركة الله أبنائي نبدأ درسنا لهذا اليوم استخدام الساعة الرقمية استخدام الساعة الرقمية تعرفنا في درس سابق على الساعة الرقمية وكيف نقرأ التوقيت للساعه الرقميه نعرف الساعه الرقميه كما ذكرنا هي ساعه تظهر الوقت من خلال الارقام اذا هي ساعه تظهر الوقت من خلال الارقام كما تشاهدون لدينا هنا ارقام تظهرها الساعه يدل على التوقيت اذا هي ساعه تظهر الوقت من خلال الارقام ولذلك سميت بالساعه الرقميه اذا سميت بالساعه الرقميه استخدام الارقام في التوقيت. تنطلق أهمية الوقت في حياة الفرد وكذلك المجتمع من عدة أمور أهمها إدارة الوقت إدارة الوقت التي تساعد على ضبط التوازن في حياتك وما بين ما يجب عليك عمله من واجبات ورغبات وكذلك الأهداف وأيضا الالتزام بالمواعيد وكذلك الواجبات الدينية والاجتماعية ويزداد وينعكس على تعاملك مع الآخرين وينشر الاحترام وكذلك الإيجابية في المجتمع إذا هذه هي أهمية الوقت وكذلك نلاحظ ابناء الطلاب خلال اليوم هناك إدارة للوقت نبدأ من أوقات الدينية أوقات الصلاة وكذلك يومنا العملي في المدرسة بداية الطابور وكذلك الحصد الدراسية وكذلك الانصراف في المدرسة كلها حسب التوقيت في النشاط الأول ابناء الطلاب صل قراءة الساعة المطابقة لساعة محمد إذا كما تشاهدون لدينا هنا ساعة رقمية وكما ذكرنا الرقم على اليسار يمثل الساعة أحسنتم والرقم على اليمين يمثل الدقائق إذا الرقم على اليسار يمثل الساعة والرقم على اليمين يمثل الدقائق نقوم بقراءة هذا التوقيت إذا لدي هنا الساعة الخامسة تماما عندما نرى الأصفار في خانة الدقائق فإننا نقول تماما الساعة هنا الخامسة تماما الساعة الخامسة تماما كما ذكرنا هنا المؤشر على اليسار يشير الى الساعة احسنتم الساعة والمؤشر على اليمين هنا يؤشر الى الدقائق. الدقائق اذا تقرأ الساعة الخامسة تماما عرفنا هذا المؤشر يشير الى الساعة الخامسة تماما على اليسار المؤشر يشير الى الساعة والمؤشر على اليمين يشير الى الدقائق. ونقوم بقراءه هذا التوقيت لدينا هنا الساعة الثامنة أحسنتم و15 دقيقة أو الساعة الثامنة والربع، الساعة الثامنة والربع. إذاً تصير قراءة الساعة المطابقة لساعة محمد نشاهد هنا لدينا ساعة محمد تشير إلى الساعة الثامنة و15 دقيقة، أين هو التوقيت المماثل لساعة محمد؟ أحسنتم إذا التوقيت كما نشاهد هنا الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة أو الساعة الثامنة والربع نقوم بإيصالها بالساعة المطابقة لساعة محمد إذا لدينا هنا الساعة المطابقة لساعة محمد نقوم بإيصالها تعرفنا على وقت أبناء الطلاب لدينا هنا الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة وتقرأ الساعة الثامنة والربع الساعة الثامنة والربع أنواع الساعات كما تشاهدون أبناء الطلاب لدينا هنا مجموعة من الساعات نتعرف على هذه الساعات لدينا هنا الساعة الحائطية الساعة الحائطية وكما تشاهدون ساعة حائطية رقمية وكذلك ساعة حائطية ذات العقارب وأيضا لدي هنا ساعة المنبه ساعة المنبه كما تشاهدون لدي هنا ساعة اليد ساعة اليد وكما تشاهدون أيضا يوجد منها الساعة الرقمية وكذلك ساعة العقارب إذا كانت هذه هي أنواع الساعات أصناف الساعات أيضا نقوم بتوصيل أصناف الساعات المطابقة أو المماثلة لها لدينا هنا ساعة يد وكذلك ساعة المنبه وأيضا الساعة الحيطية ونشاهد هنا في القائمة أو العمود الثاني أيضا مجموعة من الساعات ساعة يد وكذلك الساعة الرقمية احسنتم وايضا ساعة الحائط نقوم بايصالها بالمماثل لها اذا لدي هنا ساعة اليد وهي ساعة ذات العقارب ولدي هنا ايضا ساعة يد ولكن ساعة رقمية تستخدم الارقام لدي هنا ساعة المنبه نقوم بايصالها بساعة المنبه وايضا لدي هنا الساعة الحائطية ذات العقارب وايضا الساعه الحائطيه الرقميه نقوم بايصالها اذا لدينا هنا اصناف الساعات ساعه اليد وكذلك ساعه المنبه وايضا الساعه الحائطيه في هذه الساعه بين الطلاب وهذا المؤشر نشاهد كما ذكرنا لدينا هنا المؤشر على اليسار يشير الى كما ذكرنا الساعه والرقم الذي على اليمين يشير الى الدقائق وكما تشاهدون لدي هنا الثواني نتعرف على المؤقت الذي امامنا نقوم بقراءه هذه الساعه لدي هنا الساعه الواحده احسنتم الساعه الواحده وخمس دقائق اذا كما ذكرنا الرقم على اليسار يشير الى الساعه والرقم هنا على اليمين يشير الى الدقائق اذا هنا يشير الى الساعه وهنا يشير الى الدقائق لدي هنا الساعه الواحده وخمس دقائق الساعه الواحده وخمس دقائق سوف نقوم ابناء الطلاب بشرح الساعة الواحد وخمس دقائق على ساعة العقارب كما تشاهدون لدي هنا ساعة العقارب وكما ذكرنا لدي هنا ساعة العقارب العقرب الصغير يشير إلى الساعة والعقرب الطويل يشير إلى الدقائق سوف نقوم الآن بتمثيل الساعة الواحدة وخمس دقائق لدي هنا الساعة الواحدة و خمس دقائق كما تشاهدون إذا هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق لدي هنا الدقائق خمس دقائق عشر دقائق خمسة عشر دقيقة وتقرأ ربع ساعة وهنا عشرون دقيقة وهنا خمسة وعشرون دقيقة وهنا نصف ساعة أو ثلاثون دقيقة إذا هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق الساعة الواحدة وخمس دقائق لدي هنا بين الطلاب مجموعة من الساعات الرقمية نريد التعرف على هذا هذه الساعات الرقمية وكذلك التوقيت الموجود في هذه الساعات الرقمية إذا نقوم بقراءة التوقيت الذي أمامنا لدي هنا الساعة التاسعة و23 دقيقة أحسنتم إذا لدي هنا الساعة تشير إلى الساعة التاسعة و23 دقيقة كما ذكرنا الرقم على اليسار يشير إلى الساعة والرقم الذي على اليمين يشير إلى الدقائق إذاً هنا الساعة 9 و23 دقيقة، أحسنتم، إذاً هنا الساعة 9 و23 دقيقة. نقرأ هذا الموقع هنا أو الساعة الرقمية. أحسنتم، إذاً هنا الساعة العاشرة و38 دقيقة. الساعة العاشرة و38 دقيقة. لدي هذا المؤشر، لدي هذا المؤشر يشير إلى الساعة أحسنتم الثانية عشر تماما لدي هنا الساعة ولدي هنا الدقائق الدقائق كما تشاهدون من الطلاب لدي هنا الساعة الثانية عشر عندما نرى الأصفار في هذا المؤقت فإنها تقرأ تماما تصبح لدي هنا الساعة الثانية عشر تماما تقرأ الساعة الثانية عشر تماما لدي هذا الموقت هنا الساعة نقوم بقراءتها أحسنتم إذا لدي هنا الساعة العاشرة وخمسون دقيقة الساعة العاشرة وخمسون دقيقة سواء توقيت صباحي أو توقيت مسائي إذا الساعة التاسعة وثلاثة عشرون دقيقة قد يكون صباحا أو مساء وأيضا الساعة العاشرة وثمان وثلاثون دقيقة وكذلك لدي هنا الساعة الثانية عشر تماما والساعة العاشرة وخمسون دقيقة في هذا النشاط ضع دائرة حول التوقيت الصحيح هنا قراءة نريد أن نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لهذا التوقيت المطلوب إذا التوقيت المطلوب لدي هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة الساعة الثانية وعشرون دقيقة إذا المطلوب من الطلاب الساعة الثانية وعشرون دقيقة نقوم بقراءة الأرقام التي أمامنا لدينا هنا هذا الموقت يشير إلى الساعة الثانية تماما الساعة الثانية تماما لماذا قلنا تماما كما ذكرنا عندما نرى الأصفار في خانة الدقائق فإننا نقول تماما إذا هنا تشير الساعة إلى الساعة الثانية تماما الساعة الثانية تماما لدي هذا المؤشر هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة أحسنتم هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة المطلوب لدي هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة إذا نقوم بوضع دائرة حول هذه الإجابة إذا نضع دائرة حول هذه الإجابة الإجابة الصحيحة الساعة الثانية وعشرون دقيقة نقوم بقراءتها يشاهدون الساعة الثانية وعشرون دقيقة، الساعة الثانية وعشرون دقيقة. صل الساعة الرقمية بالتوقيت المماثل لها، لدينا هنا مجموعة من الساعات الرقمية وكما نشاهد التوقيت في هذه الساعة، نريد ايصاله بالتوقيت المماثل في هذه المجموعة. لدي هنا الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة، أين التوقيت المماثل لها؟ هنا أين نجد التوقيت المماثل؟ أحسنتم الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة نقوم بإيصالها بالتوقيت المماثل لها إذا هذا هو التوقيت المماثل الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة لدي هذا المؤشر هنا الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة أين نجد التوقيت المماثل؟ أين نجد التوقيت المماثل للساعة التاسعة و23 دقيقة، أحسنتم، إذا الساعة التاسعة و23 دقيقة، هذا هو التوقيت المماثل لها، لدي هنا الساعة نقوم بقراءة هذا التوقيت، نقرأ هذا التوقيت ونقوم بكتابته، أحسنتم، إذا هنا الساعة الثانية عشر تماما، الساعة الثانية عشر تماما، إذا هنا الساعة الثانية عشر تماما، أين نجد التوقيت المماثل؟ إذا التوقيت المماثل للساعة الثانية عشر تماما نجده هنا بقي لدينا الساعة العاشرة وخمسون دقيقة نقوم بإيصالة بالتوقيت المماثل لها كما تشاهدون الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة في هذا النشاط بين الطلاب ضع خط تحت القراءة الصحيحة للساعة الرقمية لدينا هنا الساعة الثامنة وعشر دقائق المطلوب هنا الساعة الثامنة وعشر دقائق أي نجد الساعة الثامنة وعشر دقائق نقوم بقراءة التوقيت لدي هنا الساعة أحسنته والثامنة تماما ولدي هنا الساعة الثامنة وعشر دقائق يقوم الطالب بإيصال هذا النشاط والتعرف على التوقيت المماثل لهذا النشاط وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته